بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا شباب. المرة اللي فاتت عملنا الشاشة بتاعة الشباب، تمام، وربطنا الشاشة دي بالإرسال. أنا كنت مستعجل المرة اللي فاتت عشان ما تزيدش حجم الحاجة. المرة دي المفترض إن إحنا لما هنفتح شاشة الشركة هنلاقي البيانات مضافة، تمام، وعايز أضيف حقلين مش هنستخدمهم دلوقتي، بس إحنا هنضيفهم بس من باب إن إحنا نستعملهم بعدين. حقل منهم هيبقى اسم المستخدم وحقل كلمة السر. أنا اتكلمت عنهم المرة اللي فاتت، تمام. خلينا نخش على طول في الموضوع ونحط اللايت. واحدة فيهم هنحط اسمه ايه، تكست بوكس، لاسم المستخدم، والتانية هتكون لكلمة السر، ونحط كمان هنا layer، وهنا layer. اسم المستخدم، والتاني هيكون كلمة السر. نحاول نخليهم نفس التنسيقات. طبعا عشان لسه اللي ما اتحطتش بالعرض فهو مش واخد الحجم المظبوط، اعمل اوتوماتيك، خلي ده سنتر. دي كلمة السر، لو حطيتها تكست بوكس عادي هتيجي معايا بشكل عادي، تمام. خليني احذف التكست بوكس ده واحط كلمة السر باسورد، ده تكست بوكس الخاص بالباسورد، تمام. الأولاني ده خلينا نسميه، طب تعال نروح على التصميم عشان ننقل، تمام. المعذرة بي ام، هنا المرة اللي فاتت كتبتها غلط، البي التانية. على فكرة يا جماعة احنا هنا لا بنعطي لغة ولا عربي عشان محدش يعلق عليا في ان انا نطق الكلمات مختلف. انا على فكرة بكره انجليزي جدا ومش مهتم بموضوع المواضيع كتير، فخلينا احنا في شغلنا زي ما بيقول، تمام. اول حاجه ده اليوزر نيم، يعني انا يعني بتضايق اول ما الاقي حد بيعلق في حاجه يعني ما هيش صله، وده البص، تمام. طيب هنا ده اليوزر نيم، اوكي، هيبقى 6. الباسورد مش ده، الباسورد مش موجود خالص، خلينا ننزل تحت هنا ندور على الباسورد اللي احنا حطيناه ده، ناخد القيمة بتاعته. على فكرة ممكن اخد، يعني مش شرط ان انا انزل ادور على باسورد تكست اللي هو القيمة دي، لا، انا لو خدت اي واحدة من دول، اي واحدة منهم، تمام، وضفتها ممكن اعدل من هنا، بدل ما هو تكست كلر اخليه تكست، تمام. ده بس عشان يبقى عندنا مرونة اكتر في استخدام البرنامج، تمام. الامر اللي احنا عملناه لغاية دلوقتي بينقل البيانات الى قاعدة البيانات، تمام. فاحنا عايزين نعمل لها استدعاء. ممكن اول ما نفتح القاعدة نحط له زر هنا مثلا استدعاء، يقوم هو يجيب لنا البيانات المضافة قبل كده، تمام. وممكن نحاول نخليه يجي تلقائي، تمام. خلينا نشوف موضوع التلقائي. انا بروح على سكرين وهدور على امر
الرازل ده أظن في الحال أو عند التركيز. طيب خلينا نجرب. هنحط له نفس ال من قاعدة البيانات نفس اللي هو البروجكت باكيت، تمام. لو هناخده من هنا اوكي، لو هناخده من هنا اوكي، ما فيش فيه اي مشكلة، تمام. البروجكت باكيت طبعا عن نفس القيمة اللي انا حطها له قبل كده، تمام، عشان هو هيخش الجدول او قاعدة البيانات ويدور على المفتاح الاساسي 1 2 3، تمام، ويبدا يعمل العمليه الجايه دي على البيانات بتاعت 1 2 3. اللي هيعمله هو هيعمل قائمه، هيعملهم على هيئه قائمه. فين القائمه؟ هيعمل على هيئه قائمه، تمام. بعد ما يعملوا قائمه يبدأ يرتب لي القائمة دي. هندور على أمر اسمه تاج ليست. أنا كنت شغال في على الفاير بيس وعلى قاعدة البيانات، وفاير بيس بقالي على أب انفنتور، وقاعدة البيانات بقالي حوالي شهرين، تمام. أنزبتهم لأن في قابلتني شوية مشاكل، فالجماعة اللي بيسألهم مش كل الردود عندي. أنا اشتغلت على الموضوع ده، أخدت فيه دورتين، لكن الامور ما مشيتش معايا، فانا حبيت ان انا اتعلمه واتعلمت الحمد لله واشتغلت شغل كويس، وان شاء الله مكملين ومع بعض، واللي هتعلمه هقول. لان في ناس بتسال اسئله انا لسه الموضوع مش بالشكل الكامل، مش قادر اتحكم في الموضوع زي ما انا متحكم في اكسس. تعطلت شويه شهرين، كنت بعت الدوره اللي هي بتاعه تصميم برامج الحسابات، ان شاء الله بتشوفوها قريب على القناه او بتشوف الاعلان بتاعها انها تبقى مدفوعه. فالموضوع ده خلانا حتى ما عادش فيه المرونة في الاستخدام زي الأول، تمام. خلينا احنا نروح نجيب القاعدة، وين تاج ليست اللي هو هيعمل القائمة، تمام. بنروح نجيب جيت فاليو من هنا برضه، استدعاء قيم، تمام. اي قيم هيستدعيها نجيب من الليست، select list item، كأننا بنعمل استعلام، تمام. فهنا انا بقول له افتح لي قاعدة البيانات، ادخل قاعدة البيانات دور لي على المفتاح الاساسي واعمل لي البيانات دي على هيئة list. مواصفات الليست دي ايه؟ اول value، ده الفاليو، هيجيب الفاليو، تمام، ويبدأ يرتبهم، تمام. هنا هحط له رقم الترتيب. انا عندي كام فاليو اضافه للقائمه؟ ده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندي 7. السبعه فاليو اللي اضافوا دول هبدا اعمل له هنا ليست بالسبعه من 1 ل 7. دي باخد بتاعه القيم، الحقل ده من نوع رقم مش نوع نص، يعني ما ينفعش معاه البوتوم بتاع النص، تمام. 7 يبقى هنا رقم 7، تمام. واعمل نفس الموضوع مكرر لغايه اما اوصل لرقم 1، تمام. يبقى ده رقم 6، هنا بصغر حجم الشاشه شويه. التلاتة دول ده بيخليه توسيط، ده بيصغر، ده بيكبر. ده لو انا عايز امسح كود بسحبه وامسحه ارميه هنا يتمسح، هنا لو في اخطاء بتظهر معايا. ولو عايز احط كود في الشنطة دي علشان استدعيه في مكان تاني، دي يعني الادوات المساعدة. خلينا نضيفهم الاول وبعدين نشوف الادوات المساعدة.
خلينا نرتب الصفحة بتاعتنا شوية، نطلع ده كده كأنه في الأعلى. هو هنا مش زي أكسس، الأكواد بتبقى مترتبة شوية، هنا الأكواد تحس إن هي مفركشة يعني. تمام، تعالى ناخد دول على إن دول هيقوموا بالأمر التاني. ده 7 6 5 4 3 2 1. تمام، هنا عملناهم على هيئة قائمة، يبقى جاب البيانات اللي كانت موجودة وعملها لنا على هيئة قائمة. تمام، عايزين بقى نطلع القائمة دي. لما يجيب البيانات وين جيت فاليو، تمام، لما يجي قاعده البيانات هيعمل ايه؟ هيعمل معادله اف، هيدور على الحاجات اللي احنا كتبناها له قبل كده. بس خلينا ناخد قاعده البيانات دي نحطها قصاد القاعده اللي بتضيف، وهنشوف دلوقتي هنحطها قصاد اللي بتضيف ليه. هنجيب من كنترول اف، تمام، ونبدا نكتب له معادله اف. هنقول له ان هو يدور على التاج، تمام، في القائمة، التاج اللي احنا بنحددهه له اللي هو مثلا النيم، ويضيفه في الحقل اللي اسمه نيم. نشوف بس هنعملها ازاي خطوة خطوة. نروح نجيب المقارنة. منين المقارنة؟ نجيب دي عشان هنحط فيها الشرط، لو كذا ساوت كذا. لو التاج اللي هو جايبه، احنا قلنا هو عمل التاجات على هيئه قائمه، التاجات والقيم، لو ساوى، لو ساوى ايه؟ لو ساوى نيم، لو التاج ده ساوى كلمه نيم، احنا جايبين هنا عشان خاطر دي، تمام، يكتبها في الحقل اللي بتضاف فيه نيم. نيم كانت في بوكس 1، تمام، نروح على بوكس 1 ونجيب قيمه الحقل، يبقى set بوكس 1 تكست. هيحط القيمة في بوكس 1 تكست. طيب هنا التاج، يبقى الفاليو اللي هيتحط في تكست 1 تكست بوكس 1 الفاليو، تمام، يعني هيشوف لو التاج اللي لقاه، هو رتب التاجات على هيئة قائمة، تمام، لو التاج اللي لقاه في الأول ساوى نيم، هياخد التاج ده، هياخد الفاليو يحطها في تكست بوكس 1. طيب وإلا مفيش، وإلا نقفل ده ونعمل معادلة اف جديدة. تمام، لو التاج ساوى ادريس، ناخدها من هنا كوبي، تمام، ادريس، يضيف الفاليو في تكست بوكس 2، تمام، نفس النظام. هيضيف، هي مش فاليو واحده اللي جابها، هو جاب كل التاجات على هيئه قائمه، وقصاد كل تاج جاب الفاليو بتاعه. فهنا انا بقول له دور لي في التاج ده وجيب لي الفاليو اللي قصاده. تمام، فون، هيحط فون دي في 3، هي هنا طالعة من 3 وهنا داخلة ل3، نفس النظام بالنسبة لي. بعد الفون AM، تمام، هيحطها في تكست بوكس 4. بعدها بي ام، تكست بوكس 5. بعدها يوزر، تكست بوكس 6، تمام، وناخد كمان واحدة ونعدلها للتاج السابع اللي هو اسمه بس،
تمام. ده مش تكست بوكس بقى، نطلع ده شوية. ده باسورد، نروح عند الباسورد نتك عليه ونقول ست، هو فاتح قصادنا اهو ست تكست، ونحط ده كفاليو، وده نستعمله نحذفه في السلب. تمام، احنا كده عملنا الشغل بتاعنا، عايزين بس نختبر اللي عملناه. طيب نجيب، هو راح فين الاختبار، وهنعمل ان شاء الله في مرات جايه مساله التصدير، ونشوف التطبيق على هيئه التطبيق، وتبعته لاصدقائك وان شاء الله يشتغل. بس احنا دلوقتي بس كل الموضوع ان احنا بنعمل اختبار تسهيلا للعمل مش اكتر. كده ان شاء الله يحمل معانا التطبيق. واضح ان فيه خطأ ممكن. طيب خلينا نروح على الصفحة الاولى، ونروح على قاعدة البيانات بتاعتنا الاول، نحذف الحاجة اللي جواها database. لأن يعني ممكن القاعدة مفيش فيها الحقول المطلوبة. انتظر القاعدة ظهرت، نعمل لها delete. كده القاعدة فاضية. تمام، نخش من التطبيق كلمة السر اللي احنا عملناها افتراضي، نعمل دخول بيانات الشركة، نكتب سيد اسم الشركة، عنوان، رقم تليفون، فترة صباحية من 3 إلى 6 مثلا، أي حاجة. المهم ده هنا سيد بدران، كلمة السر 1 2 3. طيب نلاحظ إن هي ظهرت معايا لهيئة كلمة سر. تمام، نشوف بعدين نعمل إرسال. لازم هي ظهرت معايا على طول هنا في في قاعدة البيانات. طيب خلينا عن طريق التطبيق، لأن لسه ما عملتش زر الإغلاق ده، نروح لسكرين 2. تمام، كده رجعنا لسكرين 2. تعال نخش تاني لسكرين 1 نشوف هيجيب البيانات ولا لأ. جاب البيانات، يبقى احنا كده اشتغلنا مظبوط. تمام، باقي عندنا ان احنا نعمل زر اغلاق. زر اغلاق ده هنروح على اظن هو بوتن 1 صح؟ نجيب وين كليك. احنا استعملنا قبل كده الكود اللي بيغلق التطبيق، لكن لسه ما استعملناش الكود اللي بيغلق النموذج. نروح على كنترول. لو احنا عايزين نقفل نموذج محدد ممكن نقفله، تمام، لكن خلينا احنا نجيب كلوز سكرين، نقفل الصفحه الحاليه. تمام، تعال نضغط كده على الاغلاق التطبيق، قفل الصفحه الحاليه ورجعني لصفحه البيانات. ده الجزء بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس استنى لسه ما تقفلش، لسه في حركه. دي الصفحه بتاعت القناه. طبعا انتظر من حضراتكم الاشتراك، اللي ما اشتركش يا ريت يشترك. تمام، دي الصفحه الثانيه بتاعت الفيديوهات. هو من الواضح حسب الفيديوهات، يعني الفيديو ده اتشاف 385، وده 500، وده قرب على 500، وده برضك من 20 ساعة، و تجاوز 300، يبقى واضح ان انا معايا 500 واحد ان شاء الله متابعين يعني. تمام، التعليقات، انا شايف التعليقات في الفيديو الثاني. هنا الصفحة برضك بتبين لي قد ايه حجم التفاعل، ده كل 60 دقيقة، وده بتفاعل كل أو المشاهدات، يعني صفحة مشاهدات، دي المشاهدات كل 48 ساعة. تمام، من الواضح إن المشاهدات هنا 6100، كانوا من شوية كانوا أكتر، بس هما 6000
مشاهده في اخر 42 ساعه. اتمنى تساعدوني، انا هدفي ان انا اوصل بالرقم ده ل 6666 67، على اساس ان انا اقفل في الشهر 100,000 مشاهده. 100,000 مشاهده هو ده هدف من اهدافي ان شاء الله في 2018، ان شهر على الاقل من الشهور يتجاوز المشاهدات فيه 100,000 مشاهده. حاليا انا حوالي 75,000، يعني حاليا المشاهدات كلها بتبقى حوالي 75,000. فاتمنى من حضراتكم اللي ما اشتركش يشترك، اللي ما شافش الفيديوهات من اولها يشوفها، اللي عنده اي سؤال يحط تحت الفيديو، ان شاء الله بيتسع الوقت للرد على الفيديوهات على الاسئله. بس انا ما فيش عندي على فكره في انفينتو والرقابات حاليا، انا بتكلم دلوقتي واحنا في 19/3، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يفتح علينا ونتعلم اكتر، واللي له سؤال هنرد عليه. في حاجات ان شاء الله هتيجي في طريقها، يعني في حاجات حتى في انفنتور مش موجوده، موجوده في منصات تانية هنتعرض ليها، وهنشوف ازاي ناخد التطبيق من انفنتور ندخله حتى على منصات تانية عشان نستفيد بخصائص منصات تانية. تمام. في هنا في صفحة بتاعت مدير الفيديوهات، على فكرة اللي ما يعرفش أنا مستقل بعمل على النت بقالي دلوقتي حوالي سنتين. النت هو كل عملي، إن كان سواء تصميم فيديوهات، سواء الدورات الخاصة أو تصميم برامج الغير. حسب الواضح هنا في الفيديوهات بردك ان التعليقات، يعني هنا في الفيديو اول فيديو كان فيه عن 30 اعجاب وهيك 6 تعليقات، هنا بقوا 39 و9 تعليقات. فاتمنى كل اللي يشوف الفيديو، انا عندي دلوقتي زي ما قلنا احنا 500 واحد بنشوف الفيديوهات، يا ريت لو الاقي بكره عندي 500 تعليق على الفيديو. يعني اتمنى ان الاقي 500 تعليق على الفيديو. معنى ان انا اخدت 500 تعليق على الفيديو يعني اليوتيوب بيعتبر الفيديو ده فيديو نشط، فيديو عليه، فبيعرضوا حتى للناس اللي شافوا حتى ولو فيديو واحد على القناة، بيعرض لهم الفيديو على اساس ان هم يشوفوا. هنا في اخر فيديو 9، واضح ان هم يعني ماشيين معايا، هم 9 هنا، هم 8 هنا، هم 6 زادوا شوية، اوكي 33 واحد. بالنسبة للواحد اللي عامل عدم اعجاب، هو ده واضح معايا ماشي من اول القناة، هتيجي تبص تلاقيه كل على كل الفيديوهات هو نفسه. حسب برضك احصاءاتنا، مش عايز اقول ان انا بظلم بقى المحاضرات، اظن هو نفس الشخص، لان نفس الاونلاين بيجي حتى بالفيديوهات اللي بتكون مش معروضه على العام، لان هو مشترك معانا في القناه، فاحترم رايه واكيد مش هياثر في عزيمه الواحد ان شاء الله. انا بخصم من الاونلاين اللي عندي، اونلاين حوالي من 500 وعندي 230 فيديو، بخصم من 500 230 فيديو ان ده واحد بس هو اللي عامل الاونلاين ده، فما يزعلش منه. وان شاء الله بسيب لكم تحت الفيديو رابط، بصراحه عشان الناس اللي مش عايزه تكتب نصايح اي عام تكتبه لي في رابط، بصراحه هيكون تحت الفيديو ده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.